السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد من فيديوهات القناة استكمالا لسلسلة الكريبتوغرافي. في الفيديو ده هناخد أول نوع من أنواع السيمتريك انكريبشن، أو أول نوع من الانكريبشن هو السيمتريك يعني. وهنقفل كده بإذن الله الدروس بتاعت النهاردة، التاريخ بتاع النهاردة على كده، بحيث ان انا عايز افصل في الانكريبشن ما بين السيمتريك والاسيمتريك، لان الصراحه الاسيمتريك فيه شويه شغل، فيه شويه كلام كده مش صعب، ولكن فيه شويه ميثودز كده في الاسيمتريك لازم تكون فاهمها في درس لوحدها، ما تدمجش معاها اي درس تاني. وفي نفس الوقت ندي فرصه للناس انها تحل التاسكات بتاعتها، بحيث ان الفائده تكون كبيره، او تكون الفائده باكبر قدر ممكن. طيب، اول حاجه ايه هو الانكريبشن؟ الانكريبشن هو عمليه تشفير وفك تشفير، عمليه تشفير وفك تشفير. انا دلوقتي ما بتكلمش عن الانكريبشن يعني كتشفير، انا قصدي يعني ايه، يعني ايه هي العمليه اللي هتحصل في السيمتريك، ايه هي العمليه اللي هتحصل في السيمتريك؟ عمليه تشفير وفك تشفير. التشفير بيسمى الانكريبشن، وفك التشفير بيسمى الديكريبشن. ليه بعمل كده؟ ليه مثلا ما عملش هاش؟ لان زي ما قلنا ان الهاش بيبقى unreversible، فلو انت شفرت مش هتعرف تفك التشفير. بينما انا هنا في الانكريبشن، انا هنا هو عايز ان انا مثلا ابعت رسالة لحد ماشي، ولكن اشفرها بحيث ان الحد ده بس هو اللي هيكون معاه المفتاح انا هديهوله. فلما انا اديله المفتاح بتاع التشفير، يقوم هو جاي فاكك بالتشفير بتاع الرسالة ويقراها عادي خالص. طيب، ده كان مقدمة صغيرة. نيجي بقى للشغل العملي. عندنا هنا سندر وريسيفر. السندر عايز يبعت رسالة بلين تكست يعني، أو كلير تكست يعني نص عادي خالص، بس عايز يشفرها. فبيعمل ايه؟ بيقوم جاي عامل جنريت لسيكريت كي. بعد ما بيعمله جنريت بيبعته للريسيفر. خد بالك من دي، بعد ما بيعمله جنريت بيبعته للريسيفر. بعد ما بيبعته للريسيفر، بيقوم جاي باعت له البلين تكست اللي كان عايز يبعته، ولكن بيشفره بالمفتاح ده اللي احنا بعتناه للريسيفر، والوقت بقى موجود عند المرسل والمستقبل. فبقى عنده المفتاح الخاص بالتشفير، فقام جاي مشفر بيها البلين تكست ده، ودلوقتي بقى عبارة عن سايفر تكست، تكست متشفر محدش يعرف يفك تشفيره غير اللي معاهم المفتاح بس. فدلوقتي بمجرد ما الريسيفر اللي هو المستقبل خد البلين تكست ده، قام جاي وهو مع المفتاح قام جاي فك التشفير بتاعه. هو ده ببساطة الايه السيمتريك انكريبشن. طيب، بشكل تاني، السيمتريك انكريبشن بيكون عبارة عن مفتاح تشفير وفك تشفير، ولكن مش مفتاحين، لا هو مفتاح واحد بيشفر ويفك التشفير. بيكون مثلا المفتاح دوت لما بيجي يشفر النص بيكون عامل كده، ولما بيجي يلغي التشفير بيقوم بيرجع النص لبلين تكست عادي تاني خالص. قلنا ان المفتاحين بيكونوا موجودين، واحد عند المرسل وواحد عند المستقبل. ولكن بقى الخطورة بتاعت السيمتريك انكريبشن بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة ان علشان ارسل المفتاح ده للشخص، فانا محتاج وسيله ان انا ارسله له بيها، يبقى انا كده يعتبر برضو ما عملتش حاجه قوي، لان انا كنت عايز احمي الرساله من انها تتشاف ماشي. طب انا دلوقتي بدل ما انا دلوقتي حميت الرساله بالتشفير، طب ما انا كده هحتاج طريقه ان انا ادي للشخص اللي هو هيستقبل الرساله دي، ادي له بيها المفتاح بتاع فك التشفير. فده برضك معناه ان ممكن ان حد يعمل سنيف مثلا، ياخد المفتاح وانا ببعته له. ممكن اي طرق بقى، اي طرق ان الواحد ان المفتاح ده ممكن يتاخد ماشي. ودي المشكله اللي ان شاء الله هتتحل في الاسيمتريك انكريبشن لما نيجي نشرحها. حلو حلو. طيب، نشوف الشريحه اللي بعدها. التايبس اوف انكريبشن سيمتريك، ايه هي انواع السيمتريك انكريبشن؟ عندنا البلو فيش، تو فيش، ديس، ثري ديس، انواع كتير. طيب، انا كشخص مثلا في امن المعلومات، ايه اللي هيهمني ان انا اعرف مثلا السيمتريك والاسيمتريك والهاشنج والكلام ده كله؟ الكلام ده كله
واللي برضه في ناس مثلا بتقول اننا مثلا بكتر في العملي اكتر من ايه، بكتر في النظري اكتر من العملي الى اخره الى اخره. هو انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايز اللي يتعلم ولا اللي يشوف الفيديوهات يكون عباره عن سكريبت كده، او عباره عن شخص شغال ومش فاهم ايه اللي بيشتغل. انا مثلا لما اجي عشان اشرح بروتوكول اتش تي تي بي وال اتش تي تي بي اس والفرق ما بينهم، وده بيستخدم ازاي، وازاي ان ال اتش تي تي بي اس بيحقق ال السيمتريك وال اسيمتريك في نفس الوقت، و الى اخره. ولما اجي مثلا عشان اشرح حاجه في بنتيشن تيستنج فذكرت فيها معلومه ما اتذكرتش، فهضطر ان انا اقطع كورس البنتيشن تيستنج بحيث ان انا اقوم انا جاي اذاكر المعلومه من اولها تاني. طب وانا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ طب ما انا اخد الاساسيات، اتقن الاساسيات الاول، ولو كانت نظريه انا برضو في الاول خالص لما كنت باجي علشان مثلا اخد كورس من الكورسات ولا ايه بيكتر في النظري، انا عن نفسي كنت بسيبه. لكن بعد كده مثلا لما جيت اخش في الويب بنتيشن تيستنج، والاقي فعلا ان في حاجه بتقال انا مش فاهمها، لدرجه ان انا في مره من المرات زمان ما كنتش فاهم يعني ايه بورت اصلا، ماشي، وكنت داخل كده وخلاص. طب ما هو انا لازم اعرف الحاجات الاساسيه قبل ما اخش. يعني انا مثلا باذن الله ناوي ان بعد ما اخلص السيمتريك انكريبشن هاخد كورس، يعني هديلكوا يعني الكورس بتاع الانماب. ليه؟ عشان الفحص اللي هو النتورك سكاننج يعني. وللعلم النتورك سكاننج ده على فكره جزء من شهاده سي اتش، يعني دوت اللي بياخد شهاده سي اتش الجزء ده هيفيده. فانا مش عايز ان الناس تزهق من النظري، بالعكس انت لما تلاقيني بدي نظري اعرف ان اللي بيديك ده واحد هيديك حاجة علشان تعملها وانت فاهم، مش تطبقها بس، ماشي. فدلوقتي نرجع تاني لمرجوعنا، السيمتريك انكريبشن هو عبارة عن طريقة للتشفير، هي طريقة قديمة، ماشي، لان دلوقتي ما في الاسيمتريك واللي الاكتر امانا. المشكلة الامنية الخاصة بالطريقة دي ان انت بتحتاج طريقه ان انت هتبعت بيها مفتاح التشفير، فانت كده يعتبر ما عملتش حاجه، لان انت اساسا كنت عايز تبعت الرساله متشفره. فانت دلوقتي لما تبعت المفتاح بتاع التشفير اكيد لازم هتدور على طريقه تبعته بيها. طب هتبعته ازاي وانت اساسا مش عايز حد يعرف يعمل لك سنيف او الى اخره؟ فالطريقه دي ما عادتش مستخدمه لانها تعتبر طريقه غير فعاله نوعا ما. قلنا ان ال طرق الارسال يعني او طرق اشتغال الطريقه دي انها بتكون عبر انه بيكون في مفتاحين، مفتاح واحد قصدي، المفتاح الواحد ده بيكون موجود عند المرسل والمستقبل. المرسل بيستخدمه علشان يعمل انكريبت للبلين تكست او الملف يعني اللي هو عايز يشفره ويبعته للشخص الاخر اللي هو المستقبل، والمستقبل بيقوم جاي عامل فك تشفير للتكست ده هوت او الملف ده. طيب ده كده كان الدرس بتاع النهاردة. كلمة تاسك انا الصراحة مش عارف هي اتقلبت هنا كده ليه، بس التاسك بتاع النهاردة ان انا عايزك تدور وتعرف إيه في انه ويب كونكشن بيستخدم السيمتريك انكريبشن، في اي ويب كونكشن بيستخدم السيمتريك انكريبشن. يعني هل هو مثلا بيستخدم في ال FTP؟ هل هو بيستخدم في ال HTTPS؟ هل هو بيستخدم في أنه نوع من أنواع الاتصالات الخاصة بالويب؟ ده كان التاسك بتاع النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد.